وهذا المجيء ديالي كان من الرغبه ديال من المكتب المسير انه ارتأى بانه عبد ربي هو الاقرب للاعبين بحكم المعرفه الجيده ديالي بهم. هذه وحده. وحاجه اخرى، ما يمكنش تقدر ترفض واحد الناس وضعت فيك واحد الثقه، ما يمكنلكش ترجع اللور، تيبقى تحدي اللي صعيب. نتمنوا من الله يوفقنا فيه. انا جيت لواحد المرحله اللي خصني نخرج باقل الاضرار منها. ما نساوش ستاف تكنيك اللي عمل في هذا المده ديال اسبوعين، نتوما الله يكون في العوان، عاش واحد الظروف اللي صعيبه. العمل ديالنا اللي تنقوموا به الحمد لله راه باقي الاخوان كلهم كاينين، اون فاترافاي اونسومبل، يعني واحد العمل اللي غيكون جماعي، وغادي نقرروا اللي فيها الصالح العام للفريق. سي خالد، واش العلاقه ديالك مع اللاعبين الشباب غادي تلعب واحد الدور اننا نشوفوا الفريق بوجه اخر امام رجاء بني ملال؟ وهذا خويا ما تنتمنى، خصوصا تنعرفوا الظروف اللي وجدوا فيها هاد اللاعبين، انه كاينين اللاعبين اللي ما بداوش الاستعدادات في الوقت ديالها. حنا في هذه المرحله هو غادي نحاولوا ما امكن باش نوجدوا هاد اللاعبين، لا من الناحيه البدنيه والتكتيكيه والنفسيه، وخصوصا الجانب النفسي، انه غادي يلعب واحد الدور اللي كبير بالنسبه للمقابلات اللي جايه بحكم السن ديالهم. رغم انني ما تنعطرش بهذه المساله السن، 18 20 عام، 20 عام تيبقى لاعب موجود، خصو يكون خصو يتحمل المسؤوليه ديالو داخل رقعه الملعب. اش ممكن خالد تقول لجمهور الكوكب اليوم اللي اكيد تنتظر انعطاق الفريق؟ والجمهور الاهم حاجه ولا ايجابيه، وعارفين الظروف ديال الفريق من الاول ديالها حتى الاخر ديالها، يعني مرحله اللي صعيبه، عندنا واحد الفيكتيف اللي ليميتي ما يمكنش نديباسيو. هذه وحده. حاجه اخرى، هذاك الفيكتيف نحاولوا لو ماكسيموم نخرجوا منه لو ماكسيموم، وخصوصا نحافظوا على هاد اللاعبين، خصوصا من الناحيه اللياقه البدنيه، انه نحاولوا نعملوا على واحد الجانب اللي مهم، ونحاولوا نتجنبوا الاصابات، انه الا تصابنا يلعب واحد غيكون عندنا بروبليم كبير.